واخيرا وبعد الظهور لم يبقى. واخيرا وبعد الظهور هذا الحكي شو سمعت قبل قليل اللي مملوء اذيه وتعب وعناء. هو مشهد يعني واحد، هو الدرس كله عباره عن مشهد، يعني مشهد واحد راح يتحقق اللي ذكر الامام الصادق عليه السلام. كاني الروايه مو بالنص، الروايه كاني بالقائم بالك وين، كاني بالقائم واهله ونزوله الى مسجد السهله. بس هذا مشهد يعني، هي فيديو يتشي هذا نزوله زين. شوف واخيرا بعد الظهور وبعد فتره، اسمع، وبعد فتره من ظهوره، اسمع، لن يظهر الامام المهدي عليه السلام لوحده فقط. احنا سبان شو نقول ظهوره، الشيء الملفت للنظر اللي هو راح يصير يحقق. الامام مو هو يجي هو وعياله، وانتم تشوفونه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الروايه ولو مو الروايه ما نقدر واحد يتجرأ ويقول هيك كلام. زين انت هذا مشهد مو سهل، بعياله واهله، منهم اهله منهم اولاده. خب ماكو واحد يقدر يتحكم يقول لك الامام اهله كذا او اولاده كذا، بس مشهد يطبون هيك كاني الامام صادق عليه السلام، كاني بالقائم يدخل الى مسجد السهله باهله وعياله. شوف لم يظهر، وهذا امر يكفي. اسمع اسمع اسمع، وهذا امر يكفي الله تعالى ويرضيه. والله اللهم صل، يعني انت تشوف جل وعلا هذا هو هين، يعني نتاج تعب كل الانبياء الله تعالى بهذا البشر. كل ما حدث جرى مما جرى على آل محمد عليه السلام هذا جزاءه. فحقيقة يكفي الله تعالى، اسمع اسمع، ويرضى ويكفي ويرضي آل محمد عليهم السلام. جن إنه سوف يظهر ومعه أهله وعياله وبناته، اسمع، وينزلون السهلة. هل اسمع عندها، هل نتصور، شو نتصور وياي؟ نعم عندها. هل نتصور، هسه اريد شوية التزوم للموضوع أكثر، تقدر؟ وياك حج. هل نتصور ما هو شعور الإمام نفسه سلام الله عليه؟ الله. أريد تتصور، يعني جمال إله، بس تتصور المشهد. شنو شعوره من طب لبيته بعد هذاك العناء اللي حدث قبل قليل اللي حكينا به وكذا؟ شنو يعني شنو الشعور بأنه الإمام بمجرد ما اسمع تخطت قدمه الأولى إلى داخل المسجد؟ الفاصل اسمع ما قبل المسجد وبعد المسجد، اسمع هذا ما هذا الغيبة البرة، بس حط رجله وين صارك ظهور. والحكي المهم بأنه من دخل إلى هذا البيت الإمام ما أجا متخفي كما حاله في السنين كلها، أول مرة بحياته كلها وهذا ما حد ملتفت له، يدخل إلى اسمع يدخل إلى بيته وهو رافع الرأس، وهو يعلم ان الناس تراه وهو يراهم. هسه الازمه لو طاب وحده، طاب هو وابهته كذا كل عاشه خوش طاب وطب، وانا طاب بالبيت وصدره رافعه مرتاح، شلون بي اليوم ذول يرتفتون؟ ما يخالي شوف عيني. ما هو شعور الامام عليه السلام عند دخوله من يطب الى ذاك البيت؟ لك يا إمام لا يصعد شعور غيره. خوش ما هو شعور الإمام عليه السلام عند دخوله بيته؟ أخيرا علنا أمام الملأ، يعني بعد الظهور هالكلام موسى، علنا أمام الملأ اسمع دخوله دون أي تخفي واحد ولا خوف. بعد خوف هذا يقول لما غاب؟ قال يخاف القتل. ولا خوف اسمع ولا ترقب اسمع اسمع اسمع، ويتخطى الأبواب الكبيرة الأولى اسمع، وهو يمسك بيديه أطفاله. يا الله، وهو يمسك بيديه أطفاله وطاب بيته أطلع، وكأنما لا إله أطلق سراحة من سجن الغيب سلام الله عليه. هذا الكلام اللي جاي أقول لك به مو شعر ولا سجع ولا نثر ولا قصة ولا رواية، هذه حقيقة راح تقع يوما ما. أوش يطب وهو فرحان جدا. زين أوش وهو يمسك بيديه أطفاله وهم يركضون أمامه، يركضون
بالبيت فرحين مستبشرين. اسمع بلا أي مراجعة للماضي، الإمام بعد ما له علاقة بالماضي، بلا أي مراجعة للماضي، مجرد سرور وسرور فقط. وإحنا اليوم مدينة السرور، مدينة علي بن موسى يا علي الرضا عليه السلام، ويدخل للدار لا إله إلا الله قرت عينك يا زهرة، يا زهرة اللهم صل على، قرت عينك يا نرجس، قرت عينك يا أم البنين، قرت عيون نساء آل محمد عليه السلام حقيقة يعني قبل الرجال. شوف ويدخل الدار وينظر إلى، اسمع إلى، اسمع إلى جدران تحيط به، صار عده حيطان. هاي إش قد جزاءه وثمنه، صار أكو حائط يلوذ به أخيرا. زين هو اسمع طاب يتنوى للجدران عليك أبا عبد الله، تصور المشي، تصور إمامك شلون هو شعور، ترى القضية يتنوى للجدران، تقدر تتصور شعور الفاقد الجدران يتنوى للبيت، تأمل يتنوى لوحده. شوف وينظر إلى الجدران التي تحيط به، اسمع من كل جانب ويتأمل مليا يسفن على الجدران. أسألتم من ترحول للسهل شوية وصفنا على الجدران أصفين أو في الزيارة أو في الثواب، حقيقة أو في الثواب الزيارة، وتنوى قول هاي طبلها يوم عيون تطيح عليها ويخلص، هو راح يخلص سلام الله عليه، وننتظر الفرج خوش يخلص، إيه يخلص. شوف اسمع ويتأمل مليئ لا ما حوله، اسمع اسمع اسمع، وأهله عنده الدهله وين طب البيت، وأهله عنده يرجون يرتجون، اسمع اشتردوا منه يتنوعوا لأهله أولاده، ما نعلم من عنده أولاد بس الروايات تقول، اسمع نسائه شيء ينظرون إلى اشتردوا، يعني هو يفتر واليوم يومه مو يومهم، ها رحيق الوردة هو وينظرون للشردون تنول، اسمع يرتجون نظرته حتى يباشروا براحته، انتظرينه بس يأشر شو تريد هسه، هو شنو طلباته، يباشرون براحته اسمع بخدمته، فلا صحراء محرقة حارة، بعد ماكو صحراء، فلا صحراء محرقة حارة ولا رجع للجبال الوعرة، جبل وعورة ورجلك تتقصقص وخوف ورعب وكذا بعد ماكو، اسمع اسمع حبا وكرامة للسهلة حبا وكرامة للسهلة، بعد هسه اليوم وين السهلة اليوم متحضرة لا اله اسمع، ويمشي عليك ابا عبد الله صار رشيد، ويمشي ببطء شديد وايديه وراه يفتر بالبيت الوحدة على كيفه، كلش يمشي على كيفه ببطء وايديه وراه اسمع، ويدور في وسط صحن الدار وراسه فارغ، حقق الإنجاز الكوني سلام الله عليه، التعب تعب الحسين وأبا عبد الله والعطش كله راح، راح مو راح، راح يؤخذ بثأر الحسين عليه السلام، يمشي على كيفه بالدار على كيفه كلش ديله وراه. شوف عيني اسمع، وقد انفرد عن اهله وعن الجميع، راح المكان مو يمه واحد، زين شو يسوي الامام عليه السلام الساعة، يريد يختلوا خلوا الوحده ورا هاي الدوله برا عافهم، زين والدنيا مقلوبه، زين وقد انفرد عنهم وعن الجميع، وعندها يعرف اسمع يعرف الله تعالى، اسمع عفوا عفوا يعرف او يعرف الله تعالى ان المهد ارتاح،